بحكم انك شرجاوي بغويك صورة وباك تعطيني وتعبر لي عن الصورة هذه، شو تعني لك الصورة هذه؟ الله شيخ سلطان، والله ذا اللعيبة يبون يبون بطولة عشان الريال الطيب هذا. شيخ سلطان ما مقصر لا في الشارجة ولا في نادي الشارجة، يستاهل كل خير. جزاك الله خير ان رويتنا الصورة هذه. الله يعطيك الصحة والعافية، شكرا على وجودكم وماخذين معنا هذا. شو تعني لك هاي الصورة؟ يا الله الحب الكبير هذه، سلطان الخير، سلطان المحبة، الفرحة، السعادة، الكلمة الطيبة، الأخلاق العالية، التربية، التعليم، كل شيء كل شيء، والله كل شيء. جزاك الله خير. الله يعطيهم. إيه هاي الصورة إن شاء الله مرد مرة ثانية، عنده مرة ثانية كأس أديب إن شاء الله بإذن الله. توقعت هالشيء؟ لا والله فاجأتني صراحة، بس يستاهل أبونا. اللي بغويك إياه. تمام. شو تعني لك هاي الصورة؟ هاي الصورة الأبو، الروح، القلب، الشريان، شو اللي بتعطيه من وصف لهالرجل؟ ها؟ ما يعني كلمة الوصف، اللسان أصلاً يذجل، ما تروم توصف له، شيء كبير شيء كبير. ما هذا شو أقول لك؟ الأبو هذا الأبو الروحي هذا. يعطيك الصحة والعافية. يعافيك. جداً بعطيك صورة، أبغيك تعبر عن رأيك. شو تعني لكم هاي الصورة؟ كل شيء، كل شيء بالنسبة لنا. أبونا الشيخ سلطان، وإن شاء الله اليوم بنفرحه بإذن الله. بإذن الله تعالى. شو تعني لك هاي الصورة؟ هاي الصورة أبو الشارجة، أبونا هذا، وإن شاء الله يفرح اليوم. بإذن الله إن شاء الله يفرح اليوم. فرحت يوم شفت هاي الصورة؟ أكيد أكيد، هذا أبونا، هذا قلب الشارجة، هذا أبو الشارجة، الله يحفظه ويطول عمره إن شاء الله. يا رب العالمين نتمنى لكم كل التوفيق. وياك وياك زين. لا وياك. نبي نعطيه صورة، نبغي يعبر عن راية. شو تعني لك هاي الصورة؟ الله يحفظه. الوالد ما نقدر نقول شيء، الله يعطيه الصحة والعافية. يعني رابعة رايحة له؟ إن شاء الله إن شاء الله، وبالتوفيق للفريقين. بإذن الله. لعب النظيف بإذن الله تعالى. شو تعني لك هاي الصورة؟ الله يحفظه أبونا، أبونا سلطان الله يحفظه، إن شاء الله الرابعة للموسم إن شاء الله. فرحت يوم شفت هاي الصورة؟ يا نعم فرحت بزيادة، والله يخلي لنا، وإن شاء الله الرابعة والنيب الخامسة بإذن الله. أتوقع. أعطيكم صورة، وأبغيكم أنتم كمشجعين نادي الشارجة تعبروا لي عن رأيكم في هذه الصورة. شو تعني لكم هاي الصورة؟ تعني لنا الكثير الكثير جد، يعني أنت تحاول تسوي كل شيء حسب توصل لهالمكان وتسعد هالشخص، تحاول تسوي كل شيء لأنه إنسان ما قصر مع شعبه مع عياله، فأنت لازم ترد له شوي من الجميل، ما نقدر نوفي حقه. تعني لك هاي الصورة؟ سلطان القلوب، سلطان الله يحفظه أبو محمد. سلمتني أنا أغويك هالصورة. اي والله الله يحفظه ويطول في عمره. الثالثه ان شاء الله تروح عنده، الكاس عنده باذن الله تعالى. شو تعني لك هاي الصوره؟ تعني لي الكثير الصراحه، يعني ما قصروا ويانا يعني نفس ما قال عبود، ولازم ان نفرح نفس ما يفرحنا. الثالثه ان شاء الله تروح عنده باذن الله. شو تعني لك تعالى الصوره هاي؟ ايه وايد، ما اقدر اوصف. عبق ما اقدر عبق، لو قلت اخاف اظلمه بالكلام، بعد والله ما اقدر، وايد 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 وايد. يا سلام. يعطيك الصحه والعافيه، لازلنا مستمرين. صوره اذا شفتها شو تعبر عنه؟ الوالد المعلم هذا، الله يطول بعمره ان شاء الله. امين يا رب العالمين. الثالثه ان شاء الله رايحه عندك؟ البطوله الرابعه هاي باذن الله ان شاء الله يا رب العالمين. هاي صوره روحها بطوله اصلا. الله تصدق والله اني رويت العيناويه فرحه واكثر، لان والد الجميع اكيد ابتسامته بس كم تسوى. اكيد وان شاء الله يبتسم بطول الرابعه ان شاء الله باذن الله تعالى. نتمنى لكم التوفيق. مشكورين ان شاء الله. الله يطول في عمركم. على منصه خليك ايجابي تابعونا. انا بغويكم صوره، كل واحد يقول لي شو تعني له هاي الصوره. شو تعني لك هاي الصوره؟ انا ما اقول قص. شو تعني لك هاي الصوره؟ ابو شرجاوي الشيخ. قولها قيل. ابو شرجاوي الشيخ. الله يحفظه ويطول في عمره. شو يعني لك هاي الصوره؟ ابونا سلطان. فرحت يوم شفت الصوره؟ ايه وايد وايد. زين ابوك ما يبي ياخذ لقاء؟ يعني لو شاف الصوره يمكن ينصدم صح؟ صح؟ هذا غاي الشرجاوية يوم شاف الصورة، ولكن إن شاء الله خلف الكواليس إحنا بنقول حق أبوه شو هاي الصورة. يلا أبغيك تعبر عن 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 هاي الصورة. أوكي شو تعني لك هاي الصورة؟
هذه فرحة حق كل شرجاوي وحق كل عيناوي. يوم قالها الدولة كلها، يوم قال الكاس المفروض يكون حق العين والشرق. والله كاسين قال، لو نقدر نعطيهم نعطي الشرجاوية والعيناوية قال. يعطيك الصحة والعافية.